مجرد ذكر اسمه كان يثير رعب الصليبيين في البحار. في مثل تركي بيقول ان لو كان للبحر اسد فهو خير الدين بربروس، ومعناه ذات اللحية الحمراء. اكبر قادة الاساطيل العثمانية في القرن الـ16 كان يعمل بالتجارة، وبفضل ذكائه وشجاعته وعبقريته القتالية اصبح قبطان الاسطول البحري التركي في عهد سليمان القانوني. كان يتقن 5 لغات، مهد الطريق امام الدولة العثمانية لدخول الجزائر وتونس. انقذ 70,000 مسلم باسطوله البحري عند سقوط الاندلس، ونقلهم بالسفن التركية الى شمال افريقيا. هزم اسطول الصليبيين الذي كان يتكون من 600 سفينة تحمل 60,000 جندي في 5 ساعات في معركة بروزا. سيطر هو أخوه على الجزائر وتصدوا لهجمات الأسبان وعين واليا عليها. وصل سنه 75 فقرر التقاعد ليكتب مذكراته، وبعدها بسنة مات ودفن في تركيا. بس كده. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والإكسبلور. مع السلامة.